السلام عليكم. نحل السؤال هذا على الـ Object Oriented Programming. السؤال هذا ايش بحكي؟ طبعا هذا السؤال امتحان سنة 2015 على نصفي على الـ Object Oriented. بقول هنا عرف لي كلاس اسمه Car وبدك تنشئ منه Object. طبعا احنا حكينا انه انا بقدرش اعمل Object بدون ما يكون في عندي كلاس. تمام، نيجي هنا على الـ Creator ونكتب هنا كلاس. كلاس ايش؟ كلاس Car بالشكل هذا. بعد اول سطر حكى لي فاينل شادو، بقول هنا كلاس انكلود تو اوبجكت فيربل، يعني الكلاس بيحتوي على اثنين متغيرات، ايش هما؟ السبيد من نوع انتجر اند كلر من نوع سترينج. بروح هنا طبعا وقف خلاص، باجي بروح هنا وبكتب له ايش؟ سترينج كلر. وش عندي؟ طبعا هنا كلر، في عندي هنا انتجر. طبعا هو قال لي انتجر بالشكل هذا، طبعا مش هتختلف اشي، انتجر اللي هي ايش؟ سبيد بس، لكن احنا تعودها يعني مش هتختلف اشي، نحط انتجر بالشكل هذا. تمام، كتبنا هي سبيد، طبعا هنا سبيد. تمام، بعد كده ايش بقول لي؟ class provide constructor with argument and include three public object مثل. يعني انا بقول لي انه انا بدي انشئ كونستراكتور مع باراميتر. ايش هم الباراميتر؟ طيب الباراميتر هم اكيد تعون الكلاس اللي هي السبيد والكلر. تمام، فبروح ايش بعمل؟ بعمل كونستراكتور، بقول بابليك كار، وبقول له هنا سترينج كلر فاصله انتجر سبيد. تمام، قلت عشان اعبي القيم ايش حكينا؟ بقول له ذس دوت كلر. ليش محط ذس؟ عشان انا في عندي كلر وكلر، كلر بتاعت الكلاس كلا بتاعت الكونستراكتور، بقول هنا كلا كلا. تمام، بيساوي كلا. ونفس الشغله باجي بقول له this dot speed بيساوي speed. تمام، فيش اي مشاكل. بعد حكى لي انه انا في عندي مجموعه من الميثود بنشئها. قال لي بدك تنشئ ميثود print. ميثود print ايش بتسوي؟ تطبع بيانات الاوبجكت. ايش بيانات الاوبجكت؟ هي الكلر والسبيد. يعني باجي بقول له اطبع لي اللي هي الكلر والسبيد. يعني باجي بقول له هنا بابليك، لازم تكون بابليك عشان اقدر استدعيها. بقول له void لانه برنت. تمام، بسميها برنت وما بتاخدش اي باراميتر. بعطيها هنا بقول له system.out.print، بقول له هنا color plus color، واجي بقول له out هنا speed plus speed، هيعمل دالة ايش؟ دالة طباعة. طيب نيجي نكمل السؤال. قال لي في عندك دالة accelerate، انت تاخد واحد باراميتر integer speed factor، يعني بتاخد ايش؟ سرعة. لا مين؟ لا السيارة هاي. بقول هنا speed of the car with speed factor passed to the method as parameter by adding. ها هيها طبعا هناك بقول لك انه هذا السيارة انه هذا تاخد باراميتر اسمه speed factor، بس لكن قال لك by ايش بتسوي؟ adding it to a car speed، يعني بتضيف على سرعة السيارة، يعني بتضيف speed factor على ايش؟ على سرعة السيارة اللي هي السبيد. يعني باجي بحكي هنا بسميها accelerate. طبعا هنا ما قالش بترجع قيمه، لو احنا شايفين تلاقيها void. تمام، طبعا ممكن نديك اياها هي void. طبعا هنا بقول public void accelerate، بقول له integer speed factor. ايش speed factor بتعمل؟ بدي ازودها على مين؟ على السبيد. باجي بقول له speed plus يساوي، طبعا ايش حطيت this؟ خلص عادي انا بحط this، بس لكن لو حطيت this مش حتختلف. هاي كده عملنا دالة الاكسلريت. في عندي دالة ثانية وهي دالة البوليان از فاستر، بمعنى هل هو اسرع. طبعا مديني هنا اوبجكت بين الباراميتر، يعني مديني كار، الكار هذا نوع ايش؟ نوع اوبجكت من نفس الكلاس. طبعا هذا اوبجكت الكار، هذا سيارة ثانية، هو بده يقارن سيارة اللي عليها اللي استدعت الدالة تاعتها، وبده يفحص السيارة اللي انا بعثت له اياها على الباراميتر. هاي بقول هنا تشيك تو كار، بدك تفحص اثنين كار، وذا اون وان
is faster than the other or not, يعني هل هي أسرع من أو لا. The two car are the called object this and the parameter object c. تمام. طبعا هنا بقول لي إنه this معناتها تعت من الأوبجكت اللي أنت استدعيت منه الدالة، أما تعت الباراميتر فهو اسمه c. طيب نيجي نحكيها ونفضحكم إياها. بقول هنا public، طبعا هي هتكون بوليان، ليش؟ لأنها هترجع true false is faster. وبس بقول له هنا من نوع car اسمها c. بس بقول له return، رجعك تترجع بدي أشوف السيارة الأسرع. فهنا بقول لي شوف لي two car one is faster، يعني الأولى is faster than other أو not، يعني إذا كانت الأولى أسرع أو لا، يعني عندك ترجع له مين الأسرع. طيب نيجي هنا وأقول له this dot speed، هات لي السبيد تبعتك. إذا كانت هي أكبر من c، مش c هو عبارة عن car، هذا c هو عبارة عن car، والcar c موجود فيها كل الأشياء هاي، فباش بقول له c دوت لي ايش؟ سبيد. كده انا جبت مين اسرع سيارة حسب السبيد. طيب كده هيك بخلص هذا الكلاس. تمام. بعد كده بقول لي ان ذا مين ميثود، بدك تعمل ميثود بدك تنشئ 3 كار اوبجكت، كل اوبجكت بياخد، اول اوبجكت بياخد لون ريد وبلو ويلو with initialization speed 40 for each one. يعني بدك تعمل هنا مين، يعني تعمل كلاس تاني. ليش نعمل كلاس تاني؟ هنا بدي اسميه مين، او مثلا تيست اي شيء كلاس تيست، وده اجي اقول له هنا مين. اجي اعمل له قال لك تنشئ لي 3 اوبجكت من نوع كار، كار مثلا سي 1 ويساوي نيو كار. طيب اول شيء حيكون في عندي هنا ايش؟ ريد، اي سميته ريد. قديش السرعه؟ قال انشاليزيشن 40. نفس الشغله كله حتعمله زي كده، وبعد كده car c2 ويساوي new car، واقول هنا ايش؟ blue وين 40. نعمل car ثانية c3 ويساوي new car، اسميه هنا ايش؟ yellow، وحتكون 40. طبعا فينا عندي هنا بدي اعدل هالاشياء هاي عشان ما يطلعليش اخطاء. اجي نعمل compile. تمام. نيجي نعمل هنا كومبايل. تمام، عشان نكشف في اخطاء ولا فيش اخطاء، ما عليه. نيجي هنا بعد كده بقول لي هنا كول، بدك تستدعي الاكسلوريت ميثود اون ذا كرييت، على الانشاء كار اوبجكت وذ راندوملي سبيد فاكتور. تمام، يعني هنا بقول لي بدك تستدعي الاكسلوريت ميثود وبدك تنشئ اللي هي ايش؟ راندومي سبيد فاكتور بشكل عشوائي. طب لكن بقول لي هنا في هند مساعده، بدك تستخدم الماث دوت راندوم فانكشن تو جنريت فاكتور سبيد ان رينج من 100 لصفر، من 0 ل 100. يعني انا بستدعي دالة اكسلوريت اللي هي هذه دالة اكسلوريت انا بستدعيها. تمام، السبيد فاكتوري هذا ايش حتكون؟ حتكون قيم بشكل عشوائي من عن طريق الماث دوت راندوم، والانترفال او الرينج هو من 0 ل 100. طيب كل سياره انا حستدعي لها ايش؟ c1 dot accelerate. طيب ايش هتاخد باراميتر؟ هي هتاخد ايش اللي هي الماث دوت راندوم. بس بقول له ماث دوت راندوم. طيب قديش قال لي السرعه؟ طبعا هنا ايش؟ من 0 ل 100. بس بقول له ضرب اللي هي، في احنا اخذنا معادله اللي بقول له الماكس، الماكس 100 صح؟ ناقص اللي هي المينيمم صفر زائد 1. تمام؟ فايش حيطلع عندي؟ 101. فخلص هذه هيك عم بزويها وشيلها وخلي 101. طب لكن المينيمم هنا بزودش، بقول زي ذات صفر، بس هنا بزود ذات صفر. تمام، لانه الصفر لا قيمه له. طيب بعد كده بنسخ هاي اكثر من مره، ثلاث مرات بنسخها لمين؟ ل c2 وال c3. طيب جميل جدا. بعد كده نيجي هنا نكمل. بعد كده بقول لي هنا print winner car which watch is the faster، يعني بدك تطبع اللي هي السيارة الأسرع أو الفائزة. then the other cars، يعني بدك إيش؟ بدك تطبع أسرع سيارة بين السيارات. who's the maximum speed، يعني بدك تجيب أسرع speed. طبعا إحنا حنعمل الدالة اللي هي is faster وبتقارن حسب speed.
بدك تستخدم is false، طبعا هي بقول لك تستخدم is false function to compare between the car object، عشان ايش؟ بدك تستخدم is false عشان تقارن بين two objects. طيب نيجي نعمل هنا ونشوف انا كيف بفحص مين اصلا السيارة. ركز معي، بقول له اف بفحص السيارة الأولى مع السيارة الثانية مع السيارة الثالثة، وبعد كده السيارة الثانية مع السيارة الأولى والثالثة، وبعد كده السيارة الثالثة. طبعا أكيد ديفولت حتطلع اللي هي أسرع إذا ما كانش أي واحدة منهم أسرع. ركز معي هنا، باجي بقول سي 1 سي 1 دوت إز فاستر مع مين؟ مع سي 2 أند إذا كانت السيارة الأولى أسرع من الثانية فأكيد لازم تكون أسرع من مين؟ الثالثة. باجي بقول له سي 1 دوت is faster C3. إذا كان هذا الشرط متحقق فأنا ايش حطلع C1.print إذا طلع البيانات وهي السيارة الفائزة. طيب حاجة أقول له else if C2.is faster C2 أو C1 and C2.is faster C3. طيب وإذا كانت السيارة الثانية فائزة فطلع ايش بيانات السيارة الثانية دوت برنت. طيب اذا لا الشرط الاول ولا الثاني متحقق فاكيد حتكون مين؟ السي 3 هي الاسرع دوت برنت. طيب نيجي نعمل تشغيل ونشوف لمين السياره الاسرع. طيب قال لي ايش؟ السياره الثالثه هي اليلو هي اسرع. طيب نيجي نعمل كمان مره حيطلع لي مثلا سياره ثانيه. قال لي السياره اليلو هي اسرع وسرعتها 130. طيب نيجي نعمل كمان مره. قال لي ايش؟ السياره الثانيه اللي هي البلو هي اسرع. يعني قديش سرعتها 127، هذه كانت اسرع اول شيء مرتين وبعد كده. يعني كده ايش بتطلع؟ بتطلع هي مين اسرع سياره. طبعا هذا هو السؤال، طبعا سؤال بسيط بس بتمشي على عده خطوات وما فيهوش اي مشاكل عليه 15 علامه. يعطيكم العافيه والسلام عليكم.